برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، طبعا من داخل صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وعقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وهابيتات الإيفواري بنتيجة 39-15. طبعا يعني معايا دلوقتي واحدة من نجمات هذا اللقاء، كابتن ليلى حماد، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. النهارده يعني مباراة ممكن نقول إن هي كانت في المتناول، وان سايد جيم بالنسبة لكم، 39-15 فرقت عن مباراة امبارح أمام أوتو الكونغولي، يمكن كانت صعبة شوية، انتهت نتيجة 30-26. كلمينا النهاردة عن المباراة أكتر، وعن يعني أكتر الثغرات اللي انتوا استغلتوها في هابيتات الإيفواري علشان نتيجة توصل بالسكور ده. اول حاجه انا برحب بيكي وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي. مبدئيا احنا بادئين البطوله الخصم كله زي بعضه، ما فيش فرقه اقل من الثانيه. احنا بالنسبه لنا التارجت ان شاء الله اول افريقيا، وده اللي احنا وعدنا بيه مجلس الاداره وعدنا بيه جماهير النادي الاهلي. بس فمش فارق معانا دلوقتي، يعني مش بنشوف المستوى الفرقه اللي قدامنا كويس ولا، احنا بنبص على نفسنا ايه امبارح كان احسن نحسنه النهارده، ايه غلطاتنا وثغراتنا امبارح ونظبطها النهارده. فاحنا كان بادئ من اول اللقاء النهارده الحمد لله ان احنا ركزنا من الاول، قلنا مش عايزين ان احنا يعني نخش شويه ناخد في وقت عشان نخش في الجيم، لا كنا على طول الحمد لله في الجيم، سواء اللي نزل في الاول او نزل في الاخر كلنا واحد، وبنوعدكم بالبطوله ان شاء الله. كابتن ليلى، شفنا عقب انتهاء المباراه كابتن خالد العوضي، استاذ محمد الخزاوي عضو مجلس الاداره، وكابتن خالد العوضي مدير عام نشاط رياضي، يمكن اجتمعوا بيكوا وكان في يعني يمكن حديث كده جانبي وكلمات تحفيزيه. لو عايزين نعرف منكوا، يعني عايز اعرف رايك طبعا ده اللي هم بيقدموها لكم، وكمان قالوا لكم ايه بعد انتهاء المباراه؟ طبعا كابتن خالد العوضي معانا من الاول خالص من البطولات المحليه، كان كل يوم معانا، كل يوم يحفزنا. الحمد لله خدنا بطولتين محليتين، خلصنا قال لنا احنا عندنا بطوله افريقيا لسه ما خلصناش، كل يوم معانا وكل يوم لو محتاجين حاجه طبعا، وكل اعضاء مجلس الاداره على طول معانا، على طول بيساندونا وعلى طول بيشجعونا. كانوا دلوقتي بيشجعونا وقالوا لنا ماتش وخلص، بكره عندنا اهم، يعني كل ماتش بنخلصه بيكون عندنا الاهم، مش بنتكلم في الماتش اللي خلص. كابتن ليلى، يمكن في البطولات اللي زي دي ماتش بعد ماتش كل يوم ما بيبقاش فيه راحه ابدا، يا دوب بيبقى يعني يمكن ريكفري بس، يعني قول لنا بتتاقلموا مع الموضوع ده ازاي، او فكره المجهود البدني، خاصه ان كمان فرق افريقيا يعني اقويه على المستوى البدني جدا. طبعا الفرق الافريقيه ما يعني مستواها البدني قوي جدا، بس ده طبعا دور الجهاز ان هو بيوزع المجهود علينا كلنا ومش بيلود على حد، فيعني المجهود متوزع على اللعيبه كلها، فالحمد لله مش حاسين بتعب. بكره مباراه مهمه جدا قدام بريميرو دي اوجوستو، يمكن من اقوى فرق افريقيا، وشفناه حتى في كاس السوبر الافريقي، يمكن كل الفرق ويمكن تحديدا بيترو بنعتبرهم ان هم اهلي وزمالك كره اليد في افريقيا. بكره مباراه صعبه جدا، بريميرو دي اوجوستو من اصعب واقوى الفرق، هتحضروا لها ازاي ان شاء الله؟ طبعا هو فريق محترم وفريق كويس قوي، زي لسه ما كنت قايله دلوقتي هو لسه واخد السوبر من كام يوم بس، فاحنا زي ما قلت لك مش بيفرق معانا منافس، هو طبعا بنشوف ايه الثغرات عنده وايه نقطه الضعف وايه نقطه القوه، بس احنا برده بنشتغل على نفسنا، هو الموضوع كله متوقف عندنا احنا حاله الفرقه عامله ازاي. بس احنا سنس ان احنا متفقين اصلا من اول الموسم ان احنا مش هنبص للمنافس، هنبص احنا عايزين نوصل لايه وعندنا تارجت ايه، فمش هيفرق معانا قدام مين، واحنا يعني احنا زي ما هم عندهم عناصر احنا عندنا. الف مبروك مره تانية كابتن ليلى، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه نادي الاهلي. الله يبارك فيكي، ميرسي جدا، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا طبعا مع واحده من نجمات هذا اللقاء واللي انتهى بنتيجه 39-15، طبعا كابتن ليلى حماد. يعني مستمرين معاك في لقاءاتنا عقب انتهاء هذه المباراه من داخل صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره.